قمنا باستيف جميع الامكانيات البشريه والماديه لانجاح هذه العمليه. يوجد 21 مركز على مستوى 7 بلديات. تم تسخير 21 طبيب و 21 ممرض للتغطيه فيما يخص عدد الذي تقارب من 3800 تلميذ. اما فيما يخص شهاده البكالوريا فيوجد على مستوى 7 بلديات التي تخص المساحه الجواليه هي 31 مركز امتحان، حيث قمنا بتسخير 31 طبيب و 31 ممرض.